محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات بذكرى مولد المنتظر الحج بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. فقرات حفلنا لهذه الليلة المباركة كلمة لفضيلة الشيخ محمد علي المحفوظ، تليها فقرة الشعر مع الشاعر مجتبى التتان من عقب كلمة الشيخ. راح تكون وقفة قصيرة حق تكريم طلبة المشروع الديني، ونختتم حفلنا البهيج بالأهازيج والجلوات مع الرادود الحاج صالح الدرازي. فخير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات محكمات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ أيوب الخباز، فليتفضل مصحوباً محفوفاً ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزن
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله سنت. نشكر القارئ أيوب الخباز على قراءته العطرة، داعين الباري عز وجل أن ينور دربه بالقرآن الكريم. من المناسب قبل أن نقدم مقطوعات من الأحاديث أو الأدعية والزيارات كنماذج عن عقيدتنا بالإمام المهدي أرواحنا فداه، أن نذكر شيئا من الأحاديث التي وردت في مقامه عجل الله فرجه عند الله تعالى. فقد ورد في مصادر الفريقين أن مقامه عظيم عند الله، وأنه من كبار سادة أهل الجنة، وأنه طاووس أهل الجنة، وأنه عليه من نور الله تعالى جلابيب نور تتوقد،
وأنه ملهم مهدي من الله تعالى وإن لم يكن نبيا، وأن الله تعالى يجري على يديه كثيرا من الكرامات والآيات والمعجزات، بل يدل الحديث المعروف الذي صححه علماء الشيعة والسنة على أنه في مصاف الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي والحسن والحسين والمهدي. وقد وردت في مصادر وقد وردت في مصادرنا أحاديثا مفصلة في فضائل الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ومقامهم العظيم عند الله تعالى، ومنها أحاديثا خاصة بالإمام المهدي، وأنه نور الله في أرضه وحجته على خلقه والقائم بالحق وخليفة الله في الأرض وشريك القرآن في وجوب الطاعة ومعدن علم الله تعالى ومستودع سره إلى آخر ما فصلته كتب العقائد والتفسير والحديث. أقرأ عليكم هذا النص البليغ المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام الوارد في نهج البلاغة، ومن ثم نستقبل سماحة الشيخ ليحدثنا عن قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه. فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا، وإن استنصروكم فانصروهم، فليفرجن الله بغتة برجل منا أهل البيت بأبي ابن خيرة الإماء لا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجا موضوعا على عاتقه 8 أشهر، حتى تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا. يعطف الهوى على الهدى، إذا عطف الهدي على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطف القرآن على الرأي. وتخرج له الأرض أفاليذ أكبادها، وتلقي إليه سلما مقاليدها، فيريكم كيف عد السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. أما الآن فنستقبل سماحة الشيخ محمد المحفوظ إلى منصة الكلمة بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل الشباب يريدون التكريم قبل الكلمة لمشروع التعليم الديني، فمع فقرة العلم والتعليم بداية تتقدم إدارة مشروع جد علي للتعليم الديني بجزيل الشكر ووافر الامتنان
إلى جميع أولياء الأمور الكرام على ثقتهم الكبيرة في المشروع وحرصهم الشديد على تسجيل أبنائهم في مختلف برامج وأنشطة المشروع، حيث أن الإحصائية النهائية للطلاب كانوا حوالي 107 طلاب. ومع انتهاء العام الدراسي يطيب لنا اليوم أن نحتفل بتكريم كوكبة من أبنائنا الأعزاء الذين نالوا شرف التكليف الإلهي والذين أكملوا سن 14 قمرية، وهم منذ اليوم وصلوا إلى مرحلة الطاعة ودخلوا في ساحة الرضوان الرباني وبدأوا لحظات الحب لله تعالى. فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، فهذا شرف كبير لكم ولنا إن شاء الله. نبدأ عن هذا البرنامج بالتعاون مع مركز الشيخ المفيد وبالتنسيق مع اللجنة الأهلية لمشروع على خطى التكليف الثاني. تم فتح باب التسجيل لمشروع التكليف وعليه تم قبول 6 طلاب، وقد خضع الطلاب إلى مرحلتين أساسيتين لكي يجتازوا البرنامج بكل نجاح. المرحلة الأولى دروس نظرية للوضوء، الصلاة، الغسل، التقليد وفكرة عن الخمس. المرحلة الثانية وهي مرحلة عملية للوضوء والصلاة والغسل. أما الآن فمع تكريم الطلاب، أحمد عبد الله الدخيل. علي سمير. خوش طلاب. علي هاني. حسين أحمد الصريفي. صيرفي. عبد الله خميس. محمد عباس. صورة جماعية مع الشيخ. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الصادقين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى مولد الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه. أما المستضعفين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وقبل أن أبدأ في الحديث أود أن أشكر أيضا الأخوة القائمين على هذا المشروع الذي يرتبط بتربية الأجيال القادمة من خلال تعريفها بدينها وقيمها، هذه القيم العظيمة التي ترتقي بنا إلى أن نكون من الواعين والعاملين والفاعلين والمجاهدين في سبيل الله، وأن نكون إن شاء الله أن يكون هؤلاء الشباب الزهور من القائمين والعاملين تحت راية مولانا إمام العصر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. جاء في الحديث أو في الدعاء المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ما هي علاقتنا بالإمامة وكيف ينبغي أن تكون؟ إن أحد أخطر القضايا التي واجهت الأمة ترتبط بالإمامة، أخطر قضية على الإطلاق يمتحن بها الإنسان في هذه الأمة، وامتحنت هذه الأمة بقضية الإمامة والولاية، ولأنها الأمة المرحومة فإن الله سبحانه وتعالى وفر لها كافة الوسائل والسبل والطرق لكي لا تنحرف عن الطريق، ومع ذلك فإن الأمة أصيبت بارتباك وإرباك كبير في الاهتداء لنور الإمامة. نحن في مولد هذا الإمام العظيم الذي هو أمل البشرية، وليس فقط مجرد أمل للأمة الإسلامية أو للشيعة الإمامية، العالم يبحث عن خلاص، والله سبحانه وتعالى جعل الخلاص في الإمامة. ولذلك فإن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء، علي خليفتي ووصي ووارثي، إلا أنه لا نبي بعد. مع عظمة علي سلام الله عليه، مع مكانة علي سلام الله عليه، مع منزلة علي سلام الله عليه، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع أن الأمة تعرف ذلك
إلا أنها دخلت في هذا التحدي وربما إلى حد كبير فشلت في النجاح أمام هذا التحدي. لماذا؟ لأنها لم تعرف الإمامة ولم تتعرف على الإمامة ولم تكلف نفسها عناء البحث والتأمل والتفكر والتدبر، فربطت نفسها هنا وهناك بقشور فارغة وربطت نفسها بأشخاص ليس لهم من قريب أو بعيد. هذا النور الإلهي، علاقتنا بالإمامة تتحدد من خلال معرفتنا بالإمام بالمعصوم، فكيف نتعرف على الإمام؟ كيف نعرف الإمام؟ من صفات المعصوم أن الله سبحانه وتعالى اختاره وجعله إماما للناس، وهذا الجعل الإلهي، هذا الاختيار الإلهي هو اختيار لا رجعة عنه، لأننا ينبغي أن نسلم لهذا الاختيار، بمعنى أن لا نلتفت إلى كائن من كان، مهما كان شخصه، مهما كان مقامه في مقابل كلام الله عز وجل. ولذلك لا ينبغي أن نتشكك أو نشكك في عقائدنا، لأن فلانا قال هذا الكلام أو تحدث مثلا أين ولد الإمام، من الذي اختار الإمام، ما الروايات التي تثبت وجود الإمام، وجعلناهم أئمة، خلاص انتهى فصل الخطاب، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل. صحيح أن علينا أن نتكلم عن الحقائق، لكن لا ينبغي أن نشكك في عقائدنا، ولربما البعض يتساءل هل نحن لدينا شك في عقائدنا؟ ربما هذا الارتباط العفوي والفطري مقبول إلى حد ما، لكن لو سألنا أنفسنا هل أن الإمام هو كل شيء في حياتنا؟ هل أن ارتباطنا بالإمام سلام الله عليه في كل صغيرة وكبيرة أم لا؟ فإن الجواب صعب هنا، لأن في حياتنا أشياء كثيرة. هل الإمام هو الأصل وبقية الأمور الأخرى هي الهامش؟ احتمالات كبيرة، والعياذ بالله، إن الهامش الإمام هو الهامش. ولذلك ترانا ربما نقرأ دعاء العهد ونقرأ زيارة آل ياسين ونزور الإمام وندعو للإمام، لكننا لا نرتبط به عمليا. الإمامة ليست قضية صغيرة،
بل هي أعظم القضايا على الإطلاق، بل هي أعظم من البناء العقائدي، لأنها الموصلة إلى الله. إن لم تعرف الإمام لم تصل إلى الله، إن لم تعرف إمامك حق المعرفة لن تصل إلى الله. وكيف نعرف الإمام؟ أن نعترف به في كل شيء، أن نستأذن الإمام، أن نتشاور مع الإمام، أن نسأل الإمام. لو تسأل أي واحد من عندنا، كم مرة أنت سائل الإمام يقول أنا الإمام ما أشوفه، شون أسأله؟ يمكن واحد يقول شيء، شون أسأله؟ أنت الله ما تشوفه أيضا، شون تسأله؟ شون تسأل الله سبحانه وتعالى؟ كم مرة أنت اختليت بالإمام؟ طيب شون أنا ما أشوف، شلون أختلي به؟ الإمام هو الطريق إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الإمام المعصوم يدعو بهذا الدعاء، إذا لم نعرف الحجة في ضلال كبير. ليش؟ لأنه ربما نتعرض للتشويش، للتشكيك. الإمامة أعظم قضية للأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله. ثانيا، أن الإمام معصوم عن الخطأ والهوى. الإمام معصوم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وأن تتمسك بالشخص يعني تتشبث به، وكأنك في حالة الغرق، كل قوتك تضعها، وكل ثقلك وكل أملك تضعه في الإمام المعصوم، تتشبث به كأنك غريب، ما عندك ملجأ ولا منجأ إلى الله إلا الإمام، سوى الإمام. الله منه الوجود، والمعصوم والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين به الوجود. فأنت بين من عنده الوجود أو من منه الوجود ومن به الوجود، لكي تصل إلى من منه الوجود ينبغي أن تتعلق من به الوجود وهو الإمام الحجة. إذا تريد ما تخطأ، ما تقع في تشويش، ما تقع في خلل، اربط نفسك بالإمام. صحيح المنطق اللي يدرس في الحوزة يعلم شلون ما تقع في الخطأ، والدروس العملية، وهذه النظريات التي وضعت الآن، شلون واحد يسير من دون أن يرتكب أخطاء في حياته. لكن كلها لا شيء تحت الإمام. تريد ما تخطئ، ارتبط بالإمام، ارتبط بالمعصوم. ثالثا، أن الإمام سلام الله عليه هو حجة الله على خلقه، جعله حجة على خلقه وعلى عباده. ما الذي يعني هذا؟ أننا في كل صغيرة وكبيرة، إذا صح هذا التعبير، لأن الإمام صلى الله عليه ما عنده شيء صغير، لكن فيما يرتبط بنا نحن، في كل أمر، أي أمر، ينبغي أن نربط أنفسنا بالإمام، أن نتبعه، أن نقتدي به، أن نسمع ما الذي يقول. نضع كل خطوة من خطواتنا في أي عمل مع الإمام. شو الفائدة عندنا إيمان للإمام؟ ولما ندخل في معضلة ما نسأله، نسأله في أي قضية شائكة،
قضية اجتماعية، قضية سياسية، قضية شخصية، قضية اقتصادية، أي قضية من القضايا الله سبحانه وتعالى جعل مفتاح لك. الشيخ أبو رمانة رضوان الله تعالى عليه قصته معروفة، لما وقعوا في معضلة وين راحوا؟ طيب احنا لما نتمر من المحن والشدات والمصاعب مو لازم ايضا نسأل الامام سلام الله عليه؟ مو فقط نستنطق افكارنا، الله سبحانه وتعالى جعل الحل عندهم، العلاج عندهم، مع ذلك احنا ندور عن نظريات من الشرق ومن الغرب وما راح نحصل. وعدنا العنوان الواضح: يملأ الأرض قسطا وعدلا، واحنا ندور على القسط والعدل. والإمام المعصوم الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء مو فقط يحقق القسط والعدل والمساواة والأمن والأمان، لا، يملأ الأرض. يعني تدري شنو يملأ؟ يعني مثل وعاء مملوء يفيض، يملأ الأرض قسطا وعدلا. ومن الخصوصيات في ذلك اليوم أن المال كدوس، هذه الأزمة اللي الناس تعيشها الآن وتتصارع على فلوس وعلى زوايا وعلى كراسي وعلى مناصب وعلى كل القضايا. الإمام سلام الله عليه في ذلك العصر: المال كدوس، إلى درجة أن المال يقول: يا عبد الله خذني. والناس تقول ما أريد. ليش؟ لأنهم يمتلئون بالمعرفة والعلم، والعلم والمعرفة أهم من أي قضية أخرى. ولذلك قال علي سلام الله عليه: هلك خزان المال والعلماء باقون ما بقي الدهر. إذا عرفنا ذلك أن الإمام هكذا وهو أهم قضية، إذن ما هو واجبنا تجاه الإمام؟ ونحن اليوم في هذا الواقع المضطرب الصعب الشائك، من أين نستقي؟ من أين نرتوي؟ من أين نتعلم؟ لا ينبغي أن يكون الارتباط مجرد ارتباط قشري أو مجرد طقوس. نقرأ في زيارة آل ياسين: فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه. ينبغي أن نكون دائما مع الحق وضد الباطل، هذا هو طريق الإمام. وأنت تحتفي بذكرى الإمام الموعود منقذ البشرية أمل المستضعفين سلام الله عليه، دائما ينبغي أن تحدد البوصلة في هذه الليلة والليالي القادمة، دائما ينبغي أن تحدد البوصلة، بوصلتك الحق. ما رضوه، أمو أي حق، ما رضيتموه، لأنه أدعياء الحق كثير، كل واحد يقول أنا عندي الحق، وكل واحد هو يعتبر نفسه مصدر الحق، ولازم الناس يلتفون حواليه ولازم يجون عنده. وصنعنا لأنفسنا أئمة لا يقدمون بل يؤخرون، وعدنا أئمة حقيقيين. تعظيم مقام الإمام من هنا يبدأ: فالحق ما رضيتموه إلا رضوا عنا، مو أي حق. قال علي سلام الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله.
والحق لا يقاس بالرجال ولكن الرجال يقاسون بالحق. ينبغي أن نعرف الحق، إذا ما عرفنا الحق راح ندور يمين وشمال ونصنع لأنفسنا زعامات وأئمة وهميين وعدنا. لازم ينبغي أن نكون الحق. وين الحق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق علي مع الحق. عرفناه، كل إنسان لازم معه، لكن أيضا والحق مع علي يدور معه حيث ما دام. خلاص انتهى فصل الخطاب. فالحق ما رضيتمه والباطل ما سخطوا. كل ما سخطوا، كل ما رفضوا فهو باطل. ولذلك لدينا دائما قراءة، أتباع أهل البيت سلام الله عليهم لديهم قراءة للتاريخ وللحاضر، وأيضا لديهم استشراف للمستقبل. لماذا؟ لأنهم ارتبطوا بالنور الإلهي، وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نور الله سبحانه وتعالى من؟ نور الله الذي لا يطفأ هو الإمام المعصوم الحجة. ما نقرأ هذا الشيء في زيارته؟ نور الله الذي لا يطفأ، هذا النور الذي لا يطفأ ولا يطفأ أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأي كان أن يطفئ نور الله عز وجل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. خلاص، من هنا فينبغي أن تكون حياتنا دائما ضمن هذين المحورين: مع الحق في مقابل الباطل، مع الخير في مقابل الشر، مع العدل في مقابل الظلم. هكذا. ثم في زيارة ياسين آل ياسين، هذه الناحية النظرية: الحق ما رضيتم والباطل ما سخطتم. الجنب العملية: والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليه السلام، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما أمروا به، المعروف ما أمروا به، مو كل معروف ما تعارف عليه الناس، لا، ما أمروا به هم الذين أسسوا للمعروف، وهم الذين أوضحوا المنكر والباطل. فلازم نعرف شلون تحديدهم للمعروف وتحديدهم للمنكر، وحياتنا ينبغي أن تدور ضمن هذه الحلقات. نحن أتباع الإمام سلام الله عليه، ونقرأ في الدعاء يوميا دعاء العهد: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناة. هذا نقرأ صدق، يعني صادقين، هذا إذا قرينا مستوعبين ولا لا؟ لو احنا الصلاة في وادي والدعاء في وادي والقضايا في وادي، كلامنا ينبغي أن يرتقي إلى أعمال وسنة المعصومين، ليكون كلامنا في فحش، ليكون كلامنا في تجاوز، ليكون كلامنا مو كلامهم، كلامكم نور، ليكون احنا الكلام مالنا بعيد،
ليكون داخل في تربيتنا إلى أبنائنا. كل يوم نغلط على أولادنا كلمتين مني وكلمتين مني، هو يطلع أيضا ويا أصدقاء نفس الشيء. ليكون الزوجة بدل ما تدعو الأم تدعو لأولادها تدعو عليهم. ليكون علاقة الجار والجار هما في نفس المكان وفي نفس الموقع، والفاصل بينهم جدار، لكن قلوبهم بعيدة عن بعضهم البعض. ليكون نفتح المضائل هذه، المضائل الله يكفر هذه المضائف ويجزيكم خير، يجزي كل هؤلاء الذين يبذلون الطعام، بس ليكون احنا نفتح مضايفنا وقلوبنا مغلقة. ينبغي أن ننفتح على الإيمان، ننفتح بالقلب والعقل، فنحسن من ألفاظنا ونحسن في سلوكنا وفي أفعالنا وفي أعمالنا. فأخلاقنا ينبغي أن ترتقي القسط والعدل. ربنا عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أول شيء يجي الصدق، ما في صدق ما في عدل. بداية الحكمة النظرية صدق، تنتهي بالحكمة العملية عدل. من دون صدق المجتمع الذي يسوده الكذب والخداع والنفاق والدجل والتحريف والتأليف، هذا مجتمع ما يرتقي. سب، فحش من أي كان، احنا ما علينا من غيرنا، احنا نرتبط بالماضي عريق نوراني ونرتبط بحاضر. إذا الأمة تركت مشروع الإمامة الإلهي، مو معناته أن الله سبحانه وتعالى ترك هذا المشروع، لا، لو كل العالم ترك المشروع، الله سبحانه وتعالى يخرج هذا الإمام في ذلك اليوم الموعود لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولذلك ما علينا من غيرنا، إذا غيرنا نقول إيه احنا حالنا حال الآخرين، حشر مع الناس عيد، فنتلوث بما تلوث به الآخرون، سب وإحنا نسب، شتم وإحنا نشتم، قالوا كلام فحش إحنا نرد عليهم الصاحين. لا، وقولوا للناس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مو عن ضعف، مو عن ضعف، لأنه أنت تخرج مع الإمام مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي. هذا عنوان الإمام، اللي يريد يريد ولا ما يريد ما يريد، كيف بس هذا هو. لكن ينبغي أن تكون عندنا أخلاق الله عز وجل، تخلقوا بأخلاق الله، ولا يمكن أن نوجد العدل من دون الصدق. من هنا في هذه الليلة المباركة، أعتذر على الإطالة، ينبغي أن نتعرف على الإمامة. لازم نفتح دروس، كل أب في بيتهم، بارك الله في القائمين على هذا المشروع أيضا يفتحون حلقات دروس، كل بيت من بيوتنا ينبغي أن يكون عنده كتاب الكافي والكتب الأخرى، ويفتح يقول الإمامة شنو إلى أولاده، وتكون من الأسرار. مو بكرا نخلي إلينا زعامات هنا وهناك وهذا هم أئمتنا، هذا يصير فاصل بيننا وبين الإمام، لن عظم أحد. وبعدين إذا عظمنا الآخرين نقصنا من قدرنا ومن حظوظنا، لأنه الإمام سلام الله عليه ما عدنا سؤال إليه، والإمام ما موجود الحين، إذا طلع غائب موجود حاضر بين أظهرنا، لكنه ينتظر من يسأله من يتواصل وياه. ولذلك صارت طريقتنا أيضا نفس الشيء، بمراجعنا نأخذ الكتاب مال الرسالة العملية ونخليها في الرف،
وخلاص ما عندنا تواصل وياه، لا يدري عن واقعنا، لا يدري عن مجتمعنا، لا نستفتي، لا مفترض انه احنا نعطيه اسئله ما نخليناه نقول له ترى فلان شي فلان شي فلان شي فلان شي، هذا وظيفته. علماء ايضا بين موجودين بيننا، ما لازم يقعدون كل واحد يتمشى من مكان لمكان، ما عنده شغل لازم من الصبح لليل يشتغل، ما لازم يفكر يعيش، لازم يفكر كيف يعمل، لازم ايضا جوده. شو ما عندك شغل، عندنا كذا وكذا وكذا وبرامج وهكذا. لوددت لو أن السياط على رؤوسي أصحاب حتى يتفقهوا في الدين. هذا الدين بغى نعرف، هذا الدين، هذا الدين عظيم. ليش احنا في مؤخرة الأمم؟ لا نلقي اللوم على الآخرين وما عطوا لنا الفرصة، وين احنا ما عدنا خلق؟ عالم مو قائم على سياسة وما سياسة وسلطة وما أشبه، لا، عليك انت على امكانياتك، على عملك، على جديات، انت تستطيع ان تصنع المستحيل، ان توجد علماء اتقياء عارفين واعين. علي يقول سلوني قبل ان تفقدوني، وما نسأل وما نطلع على علمنا، وبعدين يجون يكتشفون لنا أكثر من 1250 كوكب، منها 100 كوكب بحجم الأرض، وإحنا نايمين ما ندري عن شيء، غارقين. المرء حيث يضع نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وأن يصلح كل فاسد من أمور المسلمين. احنا قبل فترة بسيطة خرجنا من السجن، إقامة سميناها اعتكاف قسري، لكن هناك شباب وكبار وصغار، وبعضهم أولادكم، ما أعرف يمكن بعضهم هني إخوانكم، وأكيد إخوانكم على كل حال، وأمهات ينتظرون، فادعوا لهم في هذه الليالي، الله سبحانه وتعالى يجمعهم، يتمنون يحنون إلى الحسينيات. زين، فاز المخفون، قلنا لهم يا الله الآن بعد حتى تعرفون طعم ونكهة وقيمة الحسين، طبعا معزين أيضا وحسينيين وأمثالكم الحمد لله، ادعوا إليهم بالفرج القريب، اللهم فرج عنهم وشافي كل مريض، ردهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين غانمين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، مستحب في هذه الليالي هذا الدعاء جميعا وفي كل وقت، هذا جزء من الارتباط بالإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة. الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا أرحم الراحمين. فرج عنا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نتقدم بالشكر الجزيل
لسماحة الشيخ محمد علي المحفوظ على مشاركته القيمة، ونتمنى له دوام الموفقية والنجاح. رحم الله من ذكر القائمة فقام. قدموا للأمام. الشعر طاقة إبداعية خلاقة تتجلى فيها النفس، ويكافئ الإنسان نفسه بما يقول أو يكتب، لا يهمه ما يقوله الآخرون من نقد أو إطراء، إنها مكافأة للذات من عناء العمل أو هروباً من أوقات الملل، وممارسة لصنع الكلمات الجميلة للنطق بالمشاعر الإنسانية الصادقة. ولا أقصد هنا الشعر الذي يكتب تكسباً للمال أو الشهرة أو حتى النفاق من نوع ما، إنما الشعر الذي يواجه به الكبابرة والمتجبرين كهذا الشعر، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. وقد طالما أكلوا دهرا، وقد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ حانت منيته، أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة أما تحمى بأسهمهم؟ لما أتتك سهام الموت تنتقل. أين الكومات أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا، عنك المنية إن وافى بها الأجل. فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟ طبعا هذه الأبيات هي أبيات جميلة وعزيزة على قلبي، ودائما أحب أرددها، فيها من العبرة الكثير. طبعا أنا تعمدت أني ما أذكر صاحب هذه الأبيات. أنا عندي سؤالين على هذه الأبيات، السؤالين بسيطين إن شاء الله، واللي يجاوبني إن شاء الله له بركة بناسبة هذا المولد. السؤال الأول، من صاحب هذه الأبيات؟ البواح يرفع إيده، وش اسمه؟ الإمام الهادي عليه السلام، حياك تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
صل على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، هذه الأبيات وين ألقيت؟ تفضل في مجلس المتوكل، حياك تفضل. مصلى على اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الثالث، شنو الحوار اللي دار بين المتوكل وبين الإمام حتى ألقى هذه الأبيات؟ يلا دينارين، ثلاثة، صح. وش قال لي الإمام؟ لا قبل القصيدة. وش باقر؟ يلا كمل له. ما أنا بشاعر. أحسن، تفضل. صل على محمد وآل محمد. وصل على محمد وآل محمد. فلما أصر عليه المتوكل ألقى هذه الأبيات. أما الآن فمع وقفتنا الثانية مع الحبر وما خط القلم في حق منقذ الأمم ابن الحسن المؤمل الغائب القاصط بالحق مسيح الزمان، نستمع للمشاعر والأحاسيس الولائية مع الشاعر المبدع الأستاذ مجتبى التتان، مصحوبا محفوفا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبيه المصطفى الأكرم الذي أنار الوجود بخير مقدم، الصادق الأمين ومعلم الناس أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الحفل البهيج، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ولأحرار العالم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية أمل المستضعفين ومحقق حلم الأنبياء والصالحين الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج والعافية والنصر، وجعلنا وإياكم من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله العلي القدير ببركة هذه الليالي أن يفرج عن أحبتنا وأن يعيدنا وإياكم على هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعمر المديد. لسلامتكم صلوا على محمد وآل محمد. جد علي ويا محلى هالديرة اللي تتلالى باسم حيدر علي. جد علي ويا محلى هالديرة اللي تتلالى باسم حيدر علي.
في جنوب العاصمة بلدة أحبائي وهلي، ديرة معجونة بثقافة وجود من فجر الزمان الأولي. جد علي أرض الكرم والطيب، مشتاق أنا ليها وهي هم مشتاق لي. جد علي أرض الكرم والطيب، مشتاق أنا ليها وهي هم مشتاق لي. جد علي غار القمر من نور طلتها ووردها المخملي. جد علي القلب اللي بالحب والسعادة ممتلي. جد علي وراية ولايتها لأهل البيت دايم تعتلي. جد علي من تبتسم تنشر فرح في الدنيا والهم بالصلاة على محمد ينجلي. هو كالغيث الذي يروي العطاش حين يقصد، هو بالله مسدد معه الإصلاح والتغيير يولد، وعليه الأمل الأكبر يعقد. هو عدل كلما الجور تمرد، هو من يطلب ثارات ابن بنت المصطفى في ساعة الرد. إنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والفوز المؤكد، إنه المنتظر المهدي من آل محمد. على محبة أهل البيت نجتمع، وراية الحب في الآفاق ترتفع. من لم يكن ببني المختار معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفعوه. أتيت لجد علي شوقا وقلبي إلى أبنائها أهدى سلامي، وقلت لهم أيا أحباب صلوا على المختار والآل الكرام. يا مهدي الغيبة طالت والصبر طال، وأظن تدرب غيابك شلجر وصار. أرواح البشر تنخاك كل يوم وتعاين نظام الدنيا منهار. جشع فتنة وفساد وظلم وتدمير، وتدرش قد مدن محتاجة أعمار. مقام السيدة يناديك موجوع، من أعداء جدك اطلب الثار. واطلب ثار طفل المات مذبوح، وارفع شف بفاضل بين الأحرار. يلي تحقق أحلام الملايين مثل جدك في جيشك صفوة أنصار. من أجل الكرامة باعوا الروح رخيصة واشتروا في الآخرة الدار. يا أبو صالح في عمق الذاكرة جروح، غزيرة والسلاسل تترك آثار. صور تعذيب وقسوة وجوع حرمان، والأخبار أسوأ نشرة أخبار. والقصف اللي يغتال الرياحين ما يعرف ضحايا صغار وكبار. والقصف اللي يغتال الرياحين يستهدف ضحايا صغار وكبار. يا مهدي الدول محتاجة مشروع يعمل بالسلام ويخمد النار. أوراق الخريف سنين تمضي، والغيبة الطويلة تحمل أسرار. ابسط على الأرض سلطانك وسير، وانشر في صحاري الدنيا أنهار. واملأها عدل ما يقبل الجور، يا نبع المودة ونور الأنوار. نجدد بيعلك يا مهدي كل يوم، ونصلع للنبي والآل الأطهار. بما أننا في رحاب ختام الأمراء، فما رأيكم أن نطير في رحلة على جناح الشوق في رحابهم عليهم السلام؟ وحين تشد رحلك بالحنين لطيبة أو إلى البلد الأمين، فطف بالبيت سبعا في خشوع، وسبح باسم ربك كل حين. وسر نحو المدينة حيث فيها
محمد سيد الوحي المبين، عليه وآله صلوا صلاة تفرج كربة القلب الحزين. إلى النجف الأغر لأرض هود، وصالح سر وزر حرم الأمير، علي هو السعادة في علاها، وأعظم من يجود على الفقير. علي علي لم يطمع بدنيا، فكان طعامه قرص الشعير، فطوبى للذي صلى صلاة عليه تنير آفاق الضمير. بيثرب روضة ضمت ورودا مكللة بأنوار البهاء، وحسبك أن يكون بها ضياء إلى الزهراء سيدة النساء. هي الأم الشفيعة للبرايا، تناجي الله تنظر للسماء، وتقضى للذي صلى عليها حوائجه ويحظى بالهناء. بفردوس البقيع سوت نجوم لأهل البيت سادات الأنام، فإن هدمت لهم يوما قبور فهم نور يشع على الدوام. هنا الحسن الزكي، هنا علي، ومن بقر العلوم من الكرام، وجعفر والفواطم فلتصلوا عليهم في البداية والختام. ويحملك الحنين لكربلاء، رزقنا الله وإياكم، ويحملك الحنين لكربلاء، فتختصر الدموع لك المعاني. هنا جهة الحسين تبث عزا وإيمانا إلى أقصى مكاني، هنا يقف المحبون احتراما إلى العباس نبراس التفاني، على شهداء أرض الطف صلوا إذا ذكر الحسين على اللسان. إلى بغداد حلق يا فؤادي، فإن الشوق أمسى في ازديادي. هي الأرض التي طهرت وطابت، ومنها العطر فاح بكل وادي، ففيها سيد علم شجاع بجنب حفيده باب المرادي. على باب الحوائج قف وسلم، وصل على محمدها الجوادي. إلى أعتاب مشهد حين تأتي وتدخلها يحدثك الغريب، يقول بمن أتى أهلا وسهلا، وهذا ما يتوق له الحبيب. فليس كمثله قلب رؤوف به تحيا وتبتهج القلوب، إذا ذكر ابن موسى فلتصلوا عليه وآله حتى تطيبوا. من الكاظمية إلى مشهد المقدسة، والآن إلى سامراء. وحين تزور سامراء أكمل طريقك نحو أعتاب الغيارة، وشاهد من معالمها بناء بنور العسكريين استنارا، وواجه كل إرهاب وظلم بصوت عقيدة يأبى انكسارا، فصل على الذين هنا أقاما إلى الأخلاق والإيمان دارا.
يمر العمر في الدنيا سريعا، ما أسرع تصرم الأيام والشهور. يمر العمر في الدنيا سريعا، فذي الأعوام نحسبها شهورا. لكم طال انتظار إمام عدل سيملأها غدا قسطا ونورا. لكم طال انتظار إمام عدل سيملأ أرضنا قسطا ونورا. ويدعو للمحبة والتآخي، وينشر حكمه الخير الكثيرا. لذكر القائم المهدي صلوا على المختار وانتظروا الظهورا. ما تمس النار من والى محمد واله، وعلى حبه تشهد أقواله وجميع أفعاله. عاش بين الناس فاهم يملك استدلاله، ويعمل بعلمه ولأجل الخير ينفق ماله. الشفاعة تريد مؤمن صادق بأقواله، وفي موازين القيامة ما تخف ثقاله. وبالصلاة على محمد تنقبل أعماله. ببسمة معهودة ألقى الوجوه الباسمة، وأحمد الله على كل العطايا القادمة. أنا الذي أسأله الفوز وحسن الخاتمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. إن شاء الله ما نطيل على الإخوان حتى نستقبل أخانا العزيز مداح أهل البيت الرادود صالح الدرازي بعد قليل. أبو ديات أخيرة أسألكم الدعاء. وعد من ساك في لحظة، وعد لك يا من ترجو الأرض قسطك. وعد لك تميت أحسب أيامي، وعد لك واتمناك كل صبح ومسية. سأمن الصبر ياما وملنا، يا شمعة كل أمانينا وملنا. أبد ما ننتظر غيرك وملنا، مخلص عندما تضيع القضية. لغيرك أجمل الأشعار مهدي، يا من حبك كبر من يوم مهدي. فكل نبض القلب ينخاك مهدي، يمتى نشوف هالطلة البهية. أحط قلبي بدينك وانت داري، علينا الغيبة طالت وانت داري. أحبك وانت أهلي وانت داري، وتظل طول العمر غالي علي. مع الأحباب عيشان بلا هم، وما يسوى العمر لحظة بلاهم. وتعلم سيدي باللي بلاهم، في بعدك قاسة والهم والأذية. بخورك أشعل الليلة وعودك، يا غالي انت ولا تخلف وعودك. عسى الله يبارك أيامك وعودك على أمثال هالذكرى البهية. هويناكم وقدسنا هوانا، ومنكم صرنا نتنفس هوانا. محبكم شامخ ويصعب هوانا، لأنكم عزة النفس الأبية. حبيبك لو زعل راضى وصالح، وخل قلبك يظل مخلص وصالح. وحق عيسى النبي وموسى وصالح، لا تزعل أحد فيها المسيا. ضميري ما ابتعد عنك ولا مال، يا مصدر أجمل أفراحي. ولا مال في يوم لا ولد ينفع، ولا مال أريدك سيدي تشفع إلي. على نهج النبي والآل سرنا، وللحساد ما أفشينا سرنا. عشقنا للوصل كرار سرنا، رغم أهل الفتن والجاهلية. على آل النبي صلي وسلم، وليهم قدم ورودك وسلم. وإذا جيت الحفل صافح وسلم، عسى الله لا يخيبك هالمسية. على الوالد طلعنا احنا وعلمنا، ومنهم خذنا منطقنا علمنا. لذلك لما يرفرف علمنا، إلك يبعث يا أبو صالح تحية. من فراقك دموع العين يدمن،
وعلى الحسرة محبك صار يدمن يمينك صافحتها اليوم يدمن ومن شرفت في هذه المسية معاك الروح ما تقطع وصلها ومحبتك بالقلب محد وصلها يا سدرة منتهى الجنة وصلها وأصلها ويا نور الرسالة الأحمدية أنا لو أبتعد أرجع ورد لك زرعت دروب أشواقي ورد لك تأمل تلقى بورادي ورد لك يا مهدي يمتن تلاقى سوية نفسي على حب خير الخلق قد جبلت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت لذاك من حرفت يوما وما اضطربت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن يا مستمعين الكرام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر الشاعر مشرب التتان على هذه الباقة الجميلة من كلمات الحب والولاء ونتمنى له دوام التوفيق. اختصاراً للوقت فمع وقفتنا الأخيرة مع تهاليل وطوبة وربيع الروح ومع باقة من أحلى الأهازيج والجلوات مع الرادود الحاج صالح الدرازي فاستقبلوه بأرفع الصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين المقتول في كربلاء وأولاده التسعة النجباء. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسمى آيات التبريكات أبعثها إلى مقام سيدي الإمام الحجة المنتظر وإلى جميع المراجع العظام وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان راجيا من الله العلي القدير أن يعود علينا هذه المناسبة وكل المناسبات إن شاء الله ونحن في حال أفضل من هذا الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتماً بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Oh.
إن الصلاة على النبي فريضة ووفاؤها درب لنيل السدد، الحب جوهرها وفيها رحمة وبها الهدى دوام، بها داوم بها كي تهتدي. صلوات قبل لا نبدأ حفلنا وكل شي بالفرحة يميل، قبل لا يضوي أمنا ونسهر الليل الطويل، التفت لي يا حبيبي التفت لي يا قليل، وعرف ان الما يصلي على النبي اكبر بخيل. قالوا يا أم الناس يا أبو فلان حبيته، لو ناسي الهوى وما يوم بالحب قلبك أبليته، قلت رب الشعر مجبور للحب يحني ناصيته، وانا قلبي قبل ما يصير باب العشق شديته، قالوا لي لعد يا يوم حبيبك هذا لاقيته، قلت لهم قبل ما يصير من الذرع أنا أهويت، قالوا شو اسمه يا أبو فلان ومن يا دولة جنسيته، قلت لهم تعرف الناس واصل للعرش صيته، قالوا في دول العباس شو اسمه وين وديت، قلت لهم انا من العين بين ضلوعي ضميته، قالوا كل تلاقيه اذا ما ان راويت، قلت لهم بعيد البين عنا وهاي تسميته، اسم طه النبي اسمه وحتى من السماء اسمه، هو الدمعة هو البسمة هو الإعصار والنسمة، والأرض كلها تحت حكمه، وكل الدنيا راح تلوذ تحت ظلال ساريته، وإذا راي الظهور يصير وقلبك هاي أمنيته، ثلاث مرات صلي وياي على الهادي وغلبته.
اللهم صل على محمد. يقول صلاة الله وسلامي على المهدي إمامي، صلاة الله وسلامي على المهدي إمامي وحنيني وكل هيامي، صلاة الله وسلامي، صلاة الله وسلامي، صلاة الله وسلامي على المهدي إمامي، صلاة الله وسلامي على المهدي وإمامي وحنيني وكل غيامي، حنيني وكل غيامي، صلاة الله وسلامي، صلاة الله وسلامي، صلاة الله وسلامي على المهدي إمام. الله الله صلاة الله على المهدي وحنيني وحنيني وكل غيامي وحنيني يلا رفع الصوت وصلاة الله وسلامي مرة ثانية وصلاة الله وسلامي على المهدي إمام أريد صوت صلاة الله 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 وحنيني وكلها قولها بهمس بهمس وحنيني وكل وصلاة الله وصلاة الله هلا بك يا أبو صالح إلك هاي المدايح يا مالينا بفرايح هلا بمهدينا هلا وهلا بمهدينا هلا بك يا أبو صالح إلك هاي المدايح يا مالينا بفرايح هلا بمهدينا في هالليلة يا غايب اخذ شوق الحبايب عليك قريب دايب هلا بمهدينا ألا لناقصني واصلك تعد لي وعيد لك أنا لناقصني واصلك تعد لي وعيد لك يا أبو صالح أمد لك يا أبو صالح أمد لك صلاة الله وسلامي صلاة الله وسلامي صلاة الله وسلامي على المهدي مو صوتكم صلاة الله وسلامي على المهدي وحنيني وحنيني وكل هيا الله وسط مدمعنا يا عقوب عليك بكلمة سيذوب وصبرنا يجاري أيوب هلا بمهدينا هلا هلا بمهدينا ايه بغيابك يا سنة الكون نلومك سيدي شلون وغيابك والله ما يهون هلا بمهدي اي يا غارق في العذابات ولا دمعاتي ندبات يا غارق في العذابات ولا دمعاتي ندبات
إلك يا ابن الرسالات، إلك يا ابن الرسالات صلاة الله. صلاة الله وسلم الله على النبي محمد. صلاة الله وسلامي على المهدي الله حنيني وكل إيه إحساس إحساس إيه. صلاة الله معنا يا عقوب عليك بكل مساء يذوب وصبرنا يجاري أيوب. هلا بمهدينا هلا بغيابك يا سنة الكون نلومك سيدي شلون وغيابك والله ما يهون. هلا بمه إيه كذي كذي أبغيكم إيه. ويا غارق في العذابات وأنا دمعاتي ندبات، يا غارق في العذابات وأنا دمعاتي ندبات، إلك يا ابن الرسالات إلك يا صلاة الله وسلامي. صلاة الله وسلامي صلاة الله وسلامي الله الله على المهدي الله. صلاة الله وسلامي على المهدي وحنيني وكل الله. صلاة الله وسلامي يا وجه الله ويا ثاره الصبر مل انتظاره متى تجينا البشاره. هلا بمه فاكتس الله على الجور ويا أهله وتشفي الحق وغله. هلا بمهدينا متى الشيعة تنادي وتعب صوت المنادي متى تفني الأعادي. يا الله يا الله يا الله أمل ما عدنا غيرك وخير الله في خيرك رجينا الحق في نورك. الله الله قمر نوره يلالي يشع بنا الليالي، قمر نور جلالي يشع بنا الليالي، سكن قلبي وحنيني، سكن قلبي وحنيني، صلاة الله وسلامي، صلاة الله على المهدي إمامي. وين محبين المهدي؟ أريد أسمع صوتهم، رفع عيدك وينكم اللي تحبون. حنيني وكل زهر باسمك حفلنا وهتفنا بحبنا كنا. صلاة
سلام الله إمامي سلام الله إمامي. عشق ساكن بالقلوب نحب نحن بحبك نذوب يا أجمل وأغلى محبوب سلامة من سلامة صلاة الله وسلامي على ال حنيني وكل هيامي وصلاة الله صلاة الله وسلامي وهالإقلالك يا مجدي هالإهلالك هالإقلالك يا مجدي هالإقلالك هالإقلالك يا مجدي هلنجلالك يا مجدي هلنجلالك هلنجلالك يا مجدي هلنجلالك هلنجلالك يا مجدي هلنجلالك هلنجلالك يا مجدي هلنجلالك يا بدر اللي بالسما يطل بجماله يا نور اللي كل نجم تمنى وصاله تمنى يا سائل كل قلب يجاوب سؤاله نحبك يا المنتظر يا نسل الرساله الله ويا بدر اللي بسمة يطل بجماله يا نور اللي كل نجم تمنى وصاله ويا سائل وكل قلب يجاوب سؤاله نحبك يا المنتظر يا نسل الرسالة ولفينا لك يا مجدي لفينا لك هلنا لك يا مجدي هلنا لك هلنا لك يا مجدي هلنا لك لا هذا مو صوتكم وهلنا لك يا وهلالك لمن لفى لفتنا السعادة قلبنا شقد ارتقت في نبضة ودادة في نبضة ما هي طلة واحدة لك في يوم الولادة إلك طلة ثانية بظهور الإرادة إيه هلالك لما لفى لفتنا السعادة قلبنا قد بتنج في نبضة ودادة نتعنى لك يا مجدي نتعنى لك هلهلالك يا مجدي هلهلالك هلهلالك سمعوني زغاريد زغاريد من هو يعرف زغرد من هو هلنجلال أعطوني زغرود زغرود اي أنا ويا يا تبتغي طيور المساحة لفنا وكل قلب مساحة جراحة نس أنا وطير غردت ليوم السماحة أنا بشف صفقت هواتي بجناحة وهواتي وهلي لك يا مجدي هل Yeah.
حامدك. الله 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 دياري في مولدك تبين سعدها وكل أم في ليلتك تزين ولدها. اي انا قلبي جلتك وانت وردها ترى الشيعة غيركم بعد منه عدنا. دياري في مولدك تبين سعدها وكل أم في لبتك تزين ولدها. أنا قلبي جنتك وإنت وريدها ترى الشيعة غيركم بعد من وعدنا. وهلي لك يا ميدي هل بعيد وهلينا لك ضعيف الصوت وهلينا لك يا مهدي هلهلالك هلينا لك يا مهدي هلهلالك ضعيف الصوت ويا بدر اللي بسمك يطل جماله يا نور اللي كل نجم تمنى وصاله او يا سائل وكل قلب يجاوب سؤاله نحبك يا المنتظر يا نسل الرساله يا نسل ولفينا لك يا مهدي ولفينا لك هالليله لك يا مهدي هل او هلالك لمن لفى لفتنا سعادة قلبنا شقد ابتغت في نبضة ودادة من يطلى وحدة لك في يوم الولادة إلك طلة ثانية بظهور الإرادة نتعنى لك يا مهدي نتعنى لك هالليلة لك يا مهدي هالليلة لك هي أنا وياي تبتهج طيور المساحة لبنا وكل قلب نساها جراحة نساها أنا وطيري غردت ليوم السماحة أنا بجفي صفقت وهوتي بجناحة وهوتي دياري في مولدك تبين سعدنا وكل أم في ليلتك تزين ولدها تزين وهلينا لك يا مهدي وهلينا لك يا مهدي هلينا لك يا مهدي هلينا لك مهدي 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 وحق الهزة بالصغر مو صوتكم هذا وحق الهزة بالصغر أنا ومالي وهلي وولادي فدا لتراب مولانا هل إذا يوم الفرج شعشع علي إذا يوم الفرج هي دا يوم البره هي دا يوم البره هي دا يوم البره هي دا يوم البره شحشح علي شحشح علي يلا اي وصفه
اصفى يا من اسمه لك المحتار يا در لؤلؤ مرجان فرحنا اليوم ما ينشرح وصفه فرح وسرور بالأكوان ضيا فرح وسرور بالأكوان ضيا فرح وسرور الأكوان ضيا وفرح وسرور ايه وفرح وسرور ايه وانهار وانهار لظل اجدب فرحكم ليل وانهار وصب نغم العشق بحور وانهار ولو صوتي تعب وانهزم وانهار يظل يجدو القلب صبح ومسيا ويظل يجدو القلب صبح ومسيا ويظل يجدو القلب ويظل يجدو القلب ويظل يجدو القلب صبح ومسيا صبح ومسيا بسعود بسعود علينا طولت يا المهدي بسعود بهنا وافراح يا مولاي بسعود نحنا والجسم من همه بسعود بعد يمت الفرج يا ابن الزكية وبعد يمت الفرج وبعد يمت الفرج وبعد يمت الفرج يا ابن الزكية يا ابن ارفع صوتك يا ابن الزكية ما شاء الله اليوم قاعد ياكم للصبح معلش يقول يلتحب يلتحب وين راحت الورقة يمكن ضاعت ما شاء الله يلتحب المصطفى بالتهاني ناصفة يلتحب المصطفى بالتهاني ناصفة ناصفة حلاوة وعلى النبي صلاوة اعطونا من مالكم الله يخلي يلتحب المصطفى بالتغاني ناصفة يلتحب المصطفى بالتغاني وناصفة حلاوة على النبي هلا ناصفة يا حلاوة يعطونا من مالكم الله يخلي هلا هلا اعطونا من وناصفة يا حلاوة على النبي يا اللي قلبك بالسعادة تبتسم آمالة تبتسم افرح الليلة بإمامك والشرف يتلالة والشرف هذا حلم الدنيا كلها من همور شلالة يا المحب صلي وسلم على النبي وعلى يا اللي بالمهد انشرح ناصف الليلة فرح يا اللي بالمهد انشرح ناصف الليلة وناصفة يا حلاوة على النبي وناصفة يا تعال على النبي قول قول على النبي ناصفة يا على النبي وناصفة يا على النبي واعطونا من مالكم الله يخلي مو صوتكم وناصفة يا حلاوة
اي خلي عاتب من يعاتب وش يخصك منه وش القهر ياكل في قلبك وقلبك اللي يتهنى قلبك قل هاي الليلة نفرح كنا شيعة وسنة واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة خلي عاتب من يعاتب وش يهمك منه اي القهر ياكل في قلبه قلبك اللي يتهنى يلا يلا قل هاي الليلة نفرح كنا شيعة وسنة اي واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة حر لك يا الماتبي نفرح بعلي النبي حر لك يا الماتبي نفرح يلا وناس يا حلاوة على النبي قولوا انتون كبار قولوا لكن يلا اعطونا من وناس فيا على النبي اي هذا نص شعبان يريدك تفرح باعياده تفرح كل سنه والمهدي شوقك نصف بميلاده نصف اريد صوت اكثر واكثر اكثر واكثر اكثر سمعوني صوت يا الشيعة سمعوني أكثر إيه هذا نص شعبان يريدك تفرح بأعياده إيه كل سنة والمهدي شوقك نصف بميلاده إيه ليلة رغم الحر سعدها يمطر ويتهاده اي والخلايق فيها صارت عالحفل معدادة وانا وياك احتفل وياك الطفلة وطفل وانا وياك احتفل وي بعد قولوا اي وانا وي مو صوتكم والله مو صوتكم وانا وناس فاس على النبي ناصفة يا على تعال ايه اعطونا من مالكم الله يخليه الله يخليه وناصفة يا حلاوة على يلا احمد قول ناصفة يا على النبي وناصفة يا على النبي بعد شجعوا ناصفة يا على النبي ناصفة يا ايه اعطونا من خلي عاتب من يعاتب وش يهمك منا وش القهر ياكل في قلبك اللي يتهنى قل لهاي الليلة نفرح كنا شيعة واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة حر لك يا الماتبي نفرح به قول بعد مو صوتكم وناس فيا حلاوة على النبي قلنا من مالكم الله يخلي عيالكم على النبي صلوات
يلا آخر قصيدة وإن شاء الله نسألكم الدعاء والله يعودنا وإياكم إن شاء الله. وسامحون أدري طولت عليكم. وش يقول ما أدري يمكن ما أدري شلون يا مال جد علي طاولتكم هذه ما تجود الأوراق حطوني حطوني زيادة يا جماعة يبغى لنا هني خشبة زيادة علشان تمسك الأوراق. شو تقولون؟ نور من آل النبي شرف الليل بطلته نور النبي طالبي بآخر قمر من عطرته هلا غلا يا مه مو بو مهدي هلا غلا يا مه يا الله ونور من آل النبي شرف الليل بطلته نور النبي الطالبي آخر قمر من عطرته هلا هلا يا مجدي ولاح من برج سعد يا محلى والله قمرته مثل في العالم من وجد لعيونه صاحت شيعته هلا هلا يا مه صوتكم هلا هلا نور من آل النبي شرف الدنيا بطلته نور النبي الطالبي بآخر قمر من عطرته الله لا تخربطوني لا تخربطون ولاح من برج سعد يا محلى والله قمرته مثل في العالم من وجد لعيونه صاحت شيعته هلك يلا 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 ويا أهلا يا مجدي ويا سهلا وبهطلة ويا أهلا بهطلة ويا سهلا وشعبان من نورك زهت ألوانه وأغصانه والحانه يا مهدي أحبابك وعلبابك وطلابك وأحبابك وعلبابك وطلابك يا مهدي يا مهدي ارفع صوتك وينهم ليش ساكت قول قول لا لا مو صوتكم وين حجي يلا قول حجي قول خلني اسمع صوتك يلا يا مجتبى قول قول هلا يا مهدي يا مهدي ارفع صوتك ايه ها اخوتي ها اغلى يا اجمل قمر من عالم الدر نلطرة من نورك البدر اكتمل والدنيا باسمك مزنيرة هلا هلا يا مجدي أهلا يا ابن المصطفى وين صوت الرفيع وين هو صوت الرفيع أهلا يا ابن المصطفى يا المعدن الحب جوهرة يا اللي من عيون الوفا في القلب سعي الكوثرة ايه اغلى يا اجمل امل من عالم الدر ننطرة من نورك البدر اكتمل والدنيا باسمك مزهرة هلا هلا يا مهدي هلا هلا يا مهدي الله اغلى يا ابن المصطفى يا المعدن الحب جوهرة يا اللي من عيون الوفا في القلب سعي الكوثر يلا 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 وعلى دربك يا مهدي على حبك وننتدبك وعلى دربك وعلى حبك وننتدبك اي غيرك والله والله ما حبنا ولنا ولنا يا مهدي عشاقك وبفراقك ونشتاقك يا مهدي ارفع صوتك
الله يا ابو صالح مرحبا يا الف سهلة يا نجم يا نجم يزهر بالإبة والكون لجلك مبتسم هلا راح اخربطكم شويه معلش عالاسم كل زمن يتأملك يلي طباعك عالاسم هلا يا ابو صالح مرحبا يا الف سنه يا نجم يا نجم يزهر بالإبة والكل اجلك بيبتسم الله هلا هلا يلا 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 ولك جينا يا مهدي ولبينا وحلينا لك جينا ولبينا وحبنانا وحلينا وجينا نبارك للنبي والحدار ونجدد للمحشر يا مهدي وفادك بأعيادك الميلادك ميلادك يا مهدي يا مهدي ارفع صوتك يا مهدي يا مهدي نور المهدي علينا نور المهدي افرح بمولد ولينا نور المهدي نور المهدي علينا نور المهدي افرح بمولد ولينا نور يلا نور المهدي علينا نور المهدي افرح بمولد ولينا نور اي نور دنيانا محمد بالفرح العالم تورد اشرف مهدينا علينا صلوا الهادي محمد صلوا اي هالليله الفرحه عظيمه مولد منقذنا الممجد هنو طه وآل هنو كل عاشق للمهدي يوجد كل عاشق لل ومهدينا حلوة هيئته لا إله إلا محبوبة منا بسمته لبسه الجديد نشوفته ومهدينا حلوة هيئته محبوبة منا بسمته إيه يلتحب بنادي باسمه إن ولد سعدي افرحوا بمولد ولينا نور يلا نور المهدي علينا نور إيه افرحوا بمولد ولينا نور قولوا قولوا مولد ولينا نور هي غنت للطيور بغصنها باسم المجد اللي فتنها وانفتحت دنيا الاماني بالفرحة ولا حزنها بالفرحة ولا هي في بات الظاهر سعادة الله بهالمولد ضمنها بس ما توبجة عميمة ما يقدر واحد ثمنها ما يقدر وفرحانة نرجس والحسن ليلى يا أحلى مولد في زمان في يوم تدهم المنان ولا إله إلا الله حضر محمد وعلي والغم عنا ينجلي ايه ولا اله الا الله ولا اله الا الله ايه للنبي وعلى التغاني بمولد نغدي افرحوا بمولد ولينا نور
يلا نور المهدي علينا افرحوا بمولد ولينا افرحوا اي شعبان بنصفك هنانا حياتك قلوب موانين بحضانك مولد منانا بيدينك رجوى المحبين مولود المهدي محمد وانوار تحيي الملايين يملى بعدل الدنيا كلها يطوي الظلام الشياطين 15 شعبان وبس لا حبه في القلوب انغرس وجه الموالي ما عبس والناس بحبنا يا بس 15 شعبان وبس حبه في القلوب انغرس وجه الموالي ما عبس والناس بحبنا يا بس ولا اله الا الله نور المجد علينا نور افرحوا بمولد ولينا يلا نور يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد ولما أراد الله تعالى إيجاد النور الساطع والبدر اللامع حجة الله على العالمين المنتظر القائم مجدي أمة محمد بعث الله تعالى ملكا من السماء فأخذ ماء من تحت العرش وأمره أن يتبعها إلى الإمام الحسن العسكري فتناولها وشربها فحملت نرجس من تلك الشربة بصاحب العصر والزمان يا مستمعين النظام صلوا محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وكان يسمع الكلام في بطن أمه ورأت نرجس في منامها أن رجلا يبشرها بحملها به ويقول لها هنيئا لك يا نرجس بهذا المولود المبارك ثم قال لها حملت بغلام حليما طهر طاهرا مطهر وهو أشبه الناس بالنبي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وكان يونسها في وحدتها وكل ما مر يوم عليها تجد خفة ببدنها واتساعا في جنبها وتقول حكيمة كنت جالسة في تلك الليلة في دار الإمام العسكري وعند الفجر وعند ساعة الولادة رأيت الأنوار تتساطع من كل مكان ونظرت وإذا بنرجس وضعت بالإمام المهدي أفضل الصلاة يا ابن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن ابن علي
الحسين الشهيد وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحجة المهدي وعني بيصلوا على ما شاء عني بيصلوا على وعني بيصلوا على وعني بيصلوا على ما شاء الله قولوا 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 ما شاء الله افرح 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 ما شاء الله يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا والحمد لله رب العالمين والله يعودنا وإياكم إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي ما تجي سنة الجاية إلا الإمام المهدي إن شاء الله ظهر وإن شاء الله الله يثبتنا ونكون من جنوده إن شاء الله جميعا بصوت واحد خلونا نقول هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين استريحوا لتناول وجبة العشاء حياكم تفضلوا